قرار فريق عمل نانسي عجرم من البكاء بسببها. ما حصل قد يفاجئكم. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو ظهر فيه فريق عمل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهم يبكون بسبب ما فعلته. وقد ظهر فريق عمل الفنانة اللبنانية والذي يشرف على فيديو كليب أغنيتها الجديدة ما تعتذر، وهم يشاهدون الفيديو في الكواليس ويستمعون إلى أغنيتها. رح تجرحني من جديد. وقد ظهروا جميعهم وهم منسجمون في مشاهدة الفيديو، والتأثر واضح على ملامحهم، حتى أن أكثرهم كان يحاول مسح دموعه من شدة التأثر. ومن ناحية أخرى، قبلة طبعتها نانسي عجرم على جبين ابنتها ألا لفتت أنظار المتابعين إليها في أحدث ظهور. قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقتها هلا. وفي التفاصيل، طبعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قبلة على جبين ابنتها الكبيرة ألا، وذلك أثناء تواجد الأخيرة ضمن الحضور في الحفل الذي أحيته في اسطنبول. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية وهي تغني أغنيتها الشهيرة لون عيونك، وتشير لابنتها بالاقتراب ومن ثم تطبع قبلة على جبينها. كما تداولوا مجموعة من مقاطع الفيديو التي أظهرت الجو الحماسي الذي عاشه حضور الحفل، حيث قدمت عجرم باقة من أجمل أغنياتها. هذا وكانت فاجأت النجمة اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم الجميع بثروتها التي اعتبرها البعض لا تعد ولا تحصى، حيث تعتبر من أغنى الأغنياء في العالم العربي. مشكلتك الوحيدة. وفي التفاصيل، وبحسب ما نقل موقع العراب، فإن تصنيف الفنانين العرب الذي أعده موقع Arabian Business قد كشف أن الفنانين اللبنانيين يحتلون 7 مراكز في قائمة أغنى 10 فنانين. ففي وقت يحتل الفنان عمرو دياب المرتبة الأولى بين كل النجوم، حلت في المرتبة الثانية نانسي عجرم بثروة تقدر 36.2 مليون دولار أمريكي. وأضاف الموقع أن نانسي عجرم هي من أكثر النجمات طلباً على الحفلات في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن قناتها على يوتيوب تحصد أرقاماً عالية، كما أن مشاركتها كعضو في لجنة تحكيم برامج المواهب أضاف إلى رصيدها المادي، ولا ننسى الإعلانات التي تشارك فيها والعلامات التجارية التي توقع معها لتكون سفيرتها.